لكل امرئ منهم يومئذ شأن. قال عليه السلام حديث مخرج صحيح لعائشة: يحشر الناس حفاة عراة. قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم بعضا. قال عليه السلام: لكل امرئ نعم منهم يومئذ شأن شأن. يلاحظ أن الإنسان يفر حتى من أمه وأبيه. في سورة المعارج قال عز وجل: يبصرونهم، يود المجرم ليفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ووصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ننجي. يتمنى لو يفتدي من كل أحد، لكن الله لم يذكر الأمة والأب في المعارج. ماذا تلحظون يا أخوة؟ هنا في الفرار ذكر الأم لك من أخيه وأمه وأبيه، هناك لم يذكر الأم، تذكر الأم ولا الأب. هناك معنى، هناك ملحظ جميل يذكر المفسرون. ها، أحسن، تعظيم لحقوق الوالدين. وإلا يمكن المجرم يتمنى لو افتدي حتى بوالديه، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الله عظم شأن الوالدين وحقوقهما فلم يذكرهما في معرض الافتداء، وإنما ذكرهما في معرض ماذا؟ الفرار، الفرار الممكن. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ. الأنبياء يا إخوان يؤتون واحدا بعد الآخر، وكل منهم يقول ماذا؟ نفسي نفسي. نوح عليه السلام، إبراهيم، موسى، وعيسى، أفاضل الأنبياء يا إخوان العزم، كل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعدهم. اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، يعني أنه مشغول بنفسه. هذا يوم عظيم يا إخوان، تأملوه. بارك الله فيكم، دائما عندما تقرأون مثل هذه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه.